بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، يعني أعزائي وأحبابي متابعي قناة محمد خيري المحامي، يعني ظهرت في الفترة الأخيرة أو تحديدا يعني اليومين الثلاثة اللي فاتوا أزمة قد اشتعلت على وسائل التواصل الاجتماعي في الأزمة الخاصة بالقضية المعروفة إعلاميا بفتيات التيك توك، اللي هي يعني قضية حنين حسام ومودة الأدهى. لقيت الدنيا قامت ما عادتش، وللأسف الشديد يعني كثيرا من المنتقدين أو المعارضين يعني عرضوا يعني وتعاطفوا وعملوا الحاجات اللي حضراتكم، وممكن يكون يعني من الإخوة اللي بيشاهدوا الفيديو ناس من المتعاطفة، وبرضو ممكن يكون ناس من المؤيدة للحكم، ولكن وجب علي يعني كرجل قانوني ومحامي يعني ان انا اطلع اوضح للناس بعض النقاط يعني او النقاط الغايبة عنهم. يعني القضية دي حكم اللي احنا كلنا شفناه اللي هو 10 سنين، احب اقول للناس او اخواتي المحترمين ان هذا الحكم مش حكم نهائي، ده حكم غيابي. بمعنى ان الحكم الذي صدر على المتهمة حنين حسام يعني هو مش نهاية المطاف، عشان الدنيا تقوم وما تقعدش زي ما كلنا شفنا اليومين الثلاثة اللي فاتوا، وحضراتكم يعني تعاطفتم مجرد ما سمعتوا كلمة 10 سنين. طب ما هي 10 سنين دي يعني هو حكم غيابي. ليه بقى؟ لان المتهمة لم تحضر المحاكمة اصلا. يعني لو ركزنا شوية هنلاقي المتهمة طلعت في لايف بعد ال10 سنين، ما اتحكم عليها ب10 سنين، وطلعت يعني تتهجم وتتهكم على الدولة وعلى القضاء يعني بأسلوب سافر، بأسلوب سافر. فهي ما حضرتش الجلسة عفوا، عشان كده الحكم غيابي. معنى ايه الكلام ده يا أستاذ محمد خيري؟ معنى الكلام ده ان في جلسة قادمة يعني بعد أن تم إلقاء القبض على المتهمة بواسطة الشرطة بعد صدور الحكم عليها، وتحديدا بعد اللايف اللي هي عملته، عملت إعادة إجراءات للمحاكمة من داخل السجن. يعني في جلسة قادمة هيعاد فيها المحاكمة من أول وجديد، من أول وجديد. فما كانش ليه لازمة اللي حصل ده كله، لان انا على الجانب يعني الشخصي استأت كثيرا يعني من اخواتي، لان كلنا اخوات يعني في الاول وفي الاخر، عايشين في بلد محترم، عايشين في دولة عظيمة، دولة قانون اسمها جمهورية مصر العربية. الناس طلعت المتعاطفة بكل بساطة، يعني كمية من التناقض غير عادية. بكل بساطة قالوا يعني لا تعقيب على أحكام القضاء، لا تعقيب على أحكام القضاء، وفي نفس الثانية الحكم ده ظالم. طب منين لا تعقيب على أحكام القضاء ومنين الحكم ده ظالم؟ أولا يعني نصيحة لكل الإخوة والأخوات، يعني يجب علينا جميعا أن نحترم أحكام قضائنا المصري، وأي حكم يصدر من المحاكم المصرية ومن القضاء المصري ننحني جميعا أمامه احتراما وتقديرا. ليه بقى؟ يعني اقول لكم، نبدا كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبه للقضيه دي عشان الناس تعرف هي ليه خدت 10 سنين غيابي لسه في جلسه. واقول لكم الجلسه دي امتى، بس قبل ما اقول لكم الجلسه دي امتى اقول لكم ايه هو قرار الاحاله اللي صدر بحق المتهمه حنين حسام. هقرا لكم قرار الاحاله. يعني اتهمت النيابة العامة حنين حسام بالإتجار في البشر، بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتين ميم سين وحا واو، مش هنقول أسامي الأطفال، واللتان لم يتجاوزا 18 من العمر وأخريات، بأن استخدمتهن بدعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية
للتواصل الاجتماعي اللي هو تطبيق لايك، يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة، بأندعتهن على مجموعة تسمى لايكي الهرم. معرفش أنا إيه لايكي الهرم ده، يعني حتى الجواب بيبان من عنوانه. بأندعتهن على مجموعة تسمى لايكي الهرم أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقة صداقة خلال فترة العزل المنزلي الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي. وأضافت التحقيقات بأن المتهمة استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالا تجاريا. ده أمر الإحالة حضراتكم، يعني ممكن تبقوا ترجعوا يعني وتسمعوه بالراحة عشان تفهموا ايه هو او ايه هي قضية حنين حسام وايه هي التهمة اللي وجهتها النيابة العامة لحنين حسام. ليه بقى يعني رجاء عند حضراتكم يعني عشان نعرف كلنا بنغلط. انا على الجانب الشخصي يعني انا بشر، كلنا بشر وكلنا بنغلط. فيعني الهجوم اللي حصل على الحكم الصادر وإن كان هذا الحكم غيابي يعني أرى أنه قد كان فيه مساس بأحكامنا أو بأحكامنا الصادرة من القضاء المصري الذي يعني نكن له كل احترام وتقدير. نهدى كده يا جماعة في جلسة جاية، وتحديدا هي دي يعني اللي أنا عايز يعني أقوله لسيادتكم. الجلسة الجاية هتبقى في الأسبوع الثالث من شهر 7 القادم. يعني حنين بعد ما اتقبض عليها بعد اللايف اللي طلعت وتهكمت وهجمت فيه، يعني كلكم شفتوا اللايف ده اكيد، قعدت تقول انا معرفش يعني ايه اتجار في البشر وانا ما عملتش حاجه وده ظلم وحرام العشر سنين ومعرفش يعني مين في الدوله والكلام اللي حضراتكم شفتوه ده كله. يعني ارجع واقول ننتظر لحد ما نشوف ماذا سيحدث في الجلسه القادمه. ما لو كانت راحت حضرت الجلسة أصلا ما كانتش خدت العشر سنين على ما أعتقد، لأن في واحدة خدت 6 سنين في نفس الجلسة وفي شخصين تانيين خدوا 6 سنين. يعني على ما أعتقد الحكم كان صادر 10 سنين لحنين غيابي وحضوري 6 سنوات لمؤدى الأدب. لو كانت حضرت الجلسة وكان في محامي حضر معاها وكانت يعني أبدت دفوعها ودفاعها أو المحامي بتاعها، ولو كان لديها من الأدلة ما تثبت براءتها كان ما كانش كل ده حصل. ولكن هو استهتار وليس من حنين فقط. يعني ليه رسالة حابب انها توصل للناس كلها. انتوا تعاطفتم معاها يعني من غير ما تعرفوا ايه اللي في الأوراق. يعني نعلم جميعا ان احكام القضاء المصري لا تعقيب عليها، ومش كل حاجة موجودة في الورق حضراتكم تعرفوها عشان تتعاطفوا. رسالة بقى يعني لوالد حنين ولوالدة حنين يعني ولكل الآباء والأمهات. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم أو في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. في ناس كتير بتهتم بجني الاموال وبتطلع تشتغل وتشقى وتتعب علشان خاطر يعني اولادهم، ولكن يعني بينسوا ان عندهم اولاد مع ان هم بيشتغلوا عشان اولادهم. بينسوا ان هم عندهم اولاد، وفي غفله منهم بنلاقي الحاجات اللي بتحصل دي. يعني لازم كلنا نراعي ونتقي ربنا في اولادنا، لازم نحافظ على اولادنا، ما نخليش اولادنا يعني يكونوا فريسه لمثل هذه التطبيقات، لان يعني الانترنت او وسائل التواصل عموما يعني سلاح ذو حدين. يعني لو استخدمناهم الاستخدام المحترم يعني مش هيبقى فيه اي مشاكل، ولو استخدمناهم الاستخدام السيء هيحصل زي ما حصل في اللي احنا لسه بنتكلم فيه دلوقتي. يعني برضو في نهايه الفيديو حاجة عايز يعني اخد
رأي حضراتكم فيها. أنا طلعت قلت رأيي يعني، وقلت إن أنا يعني على المستوى الشخصي مش متعاطف معاها، ومش متعاطف مع يعني أولياء أمورها اللي هو والد حنين ووالدة حنين. ممكن حضراتكم في التعليقات يعني تقولوا انتوا متعاطفين معاها ليه او مش متعاطفين معاها ليه، وتحديدا انا مش متعاطف معاها لاستهتارها يعني. وهنرجع نوضح في فيديو قادم وهنقول ايه هي جريمة الاتجار في البشر او بالبشر، وايه يعني عقوبتها، وهل الجلسة القادمة يعني اللي هي هتبقى في الاسبوع الثالث في شهر 7 القادم، يعني هل الحكم ده هيفضل 10 سنين زي ما هو؟ هل الحكم ده هيقل؟ هل ممكن تاخد براءة؟ هل سيتم تأييد الحكم؟ كل الكلام ده هنقوله في الفيديو القادم، ولكن يعني ليه رجاء عند السادة المتابعين أو السادة المشاهدين اللي هم إخواتي الغاليين عليا وعلى قلبي، يعني في فيديو صغير صغير جدا لحنين هتعرفوا منه، أو اكتبوا لي في التعليقات بعد ما تشوف الفيديو اللي هيبقى في نهاية الفيديو اللي حضراتكم بتشاهدوه دلوقتي، بعد ما تشوفوا حنين طلع في الفيديو بتقول ايه، ممكن تقولي لحضراتكم برضو يعني متعاطفين مع حنين ولا لا. يعني اتمنى من الجميع ان هم يتقوا ربنا، يتقوا ربنا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، والاخلاق الاخلاق، لان يعني سألوا فضيلة الإمام الأكبر رحمه الله، فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، وقالوا له يا فضيلة الإمام إيه سبب الانحلال وتفشي الحرام في المجتمع؟ هل سبب التلفزيون؟ هل سبب الدش والقنوات الفضائية؟ فأجاب فضيلة الإمام رحمه الله قال لهم لا، مش سبب الدولة حتى ولا التلفزيون ولا الدش، هو سبب الأب والأم. الأب والام هم السبب. يعني انا بدي ابني مثلا ريموت التلفزيون وبقول له يعني بعوده يجيب ايه، يتفرج على ايه، لازم يبقى في رقابه على ابنائنا، لازم يكون في رقابه على ابنائنا وعلى تصرفات ابنائنا وعلى سلوك ابنائنا. يعني وحابب اقول يعني الى كل اب، ودي رساله مهمه جدا يا ريت توصل لكل اب ولكل ام من ابنهم او من اخوهم، يعني الى كل اب وام، اتقوا الله في ابنائكم وبناتكم، اتقوا الله في مجتمعكم، واتقوا الله في اوطانكم، فما تزرعونه اليوم غدا ستحصدونه، فان زرعتم خيرا حصدتم خيرا، وان زرعتم شرا فلن تحصدون الا مثله، فلن تحصدون إلا مثلي. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ورسالة بقى لكل فتاة، لكل فتاة، هقول لكل فتاة يعني اعلمي جيدا أنك سفيرة لأهلك، فأحسني تمثيلهم وكوني سفيرة بصورة مشرفة لهم. خليكي سفيرة بصورة مشرفة لأهلك، يعني لا تجعلي أهلك يندمون ويطأطئون رؤوسهم في أو رؤوسهم في الأرض ويغرسونها كالنعام. أهلك مثليهم بصورة مشرفة، لأن يعني كل إناء بما فيه ينضح، وكل واحد بيعبر عن بيئته، كل واحد بيعبر عن بيئته. ورسالة إلى الجميع وأنا أولكم، يعني اتقوا الله، فمن يتق الله يجعل له مخرجا. وأسيب حضراتكم بقى مع الفيديو الصغير اللي أنا قلت لحضراتكم عليه بالراحة. أنا جالي إن في ناس بتعمل فيديوز بتقول حنين بتحس الناس على شغل في لايفات مش كويس، يا جماعة ارفعوا قضية، أنتوا قاعدين إزاي كده؟ أي حد يا ريت يعني حتى لما نختلف مع بعض نختلف بطريقة محترمة. يعني أنا ما قلتش أكتر من رأيي، وقلت إن أنا مش متعاطف معاها، وأسبابي يعني أنا هقولها في الفيديو القادم بعد ما أقول لكم إيه هي جريمة الإتجار في البشر، وإيه عقوبتها،
وهل سيتم تأييد الحكم او الحكم هيبقى قليل او الحكم يعني ممكن يكون براءة. كل ده هنعرفه في الفيديو القادم. وما تنسوش في التعليقات تقولولي بعد ما هتشوف الفيديو اللي هيتعرض حالا ده ايه رأيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.